مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. نتواجد الآن بعين المكان في الموضوع ديال سامحة. مشاهدينا الكرام، رجال الدرك كما قلت في السابق داروا مجهود جبار، والآن على قدم وساق جميع الأجهزة من أجل البحث في البير اللي كما أعطى طرف معني في الموضوع اللي هو في البحث الآن كاين في البير. مشاهدينا الكرام، غادي نشوفوا أمور أخرى تتعلق بالقصة مع هذا السيد. هذا السيد اللي هو جا بين نارين، هو من العائلة ديال المتهم أو المشتبه فيه إذا صح التعبير، وفي نفس الوقت من العائلة سامحة، لأنه سامحة مع الشيخ هي بنت عمه. كيف شفتي هذه الحريرة من الأخر؟ ومن الأخر أنا كنعرفه، هو ولد بلادنا ولد عائلتنا، وهذا الشيء كنسمعوا حنا راهي شحال هذه، وين هي شنو بيناتهم؟ الله أعلم بينا وبينهم، ياك؟ هو السيد عاد ليامات زعما السيد الله عمرها دار، وهي الله عمرها دار، وشوف الخلال اللي داز بيناتهم وشناهو. حتى البارح حنا سمعنا قالوا راه اعترف بها، راه قتلها ولا يحف البيت. هذا هو المشكل اللي عرفنا عليه، لا هو ولا هي، ولا هو راه ولد عمتنا وكان عرفوه وصاحبنا وكيضحك معنا وشيخ ديال القبيله. ماشي نقولوا واش مخطره كيعيط ليا وكان عيط ليه، زعما ما نويتش انا زعما هذا الشيء يوصله هو. وهي كنعرفوها كتجي من عائلة المرا ديالي، صافي كنعرفوها ونعرفو خوها، نعرفو بواها، نعرفو امها، هادشي بقى رايج. هما شحال هادي كيقولوا راه هو وياها معارفين مصاحبين، ويني كيفاش تقتلها الله اعلم، تعترف هو بالذنب ديالو. شوف الله سبحانه وتعالى هو شنو دار، راه نطق بفمه هو. هادشي اللي شلنا حنا هو هذا. نعم، انت بحكم انك من العائلة ديالو، ديالها وديالو، من عائلته هو كاع، وقلتي لي هو ولد عمة هو ولد عمة بوانا. نعم، هو دابا با امه هو بنات العمام، هو راه خونا، ماشي زعما ولد عائلتنا ولا ما عمرنا زعما شنا شي حاجه، ماشي هي هذيك. وين المعرفه كيقولوا حنا بعاد، هو ولكن الا سمحتي لي راه كاينه شي حاجه ماشي هي هذيك. انتم دابا هذا السيد من عائلتكم وهي من عائلتكم، ولكن هذا السيد هو كتقول عارفين الدوار غير صغير، عندهم علاقه. عاوتاني من موراها سمعتوا الاختفاء ديالها من شهر سعود. انتم بحكم العائله وكتعرفوا عنده به العلاقه، وانت كتشوفهم بالضبط، كتشوفوه هو ملي كيمشي لدوك ديال الصيد، وملي كتشوف داك الشيء ديال المكاحل وديال ديال 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 التبوريضه كما كنقولوا. ما حاولتوش انتم تسولوه وتشوفوا الخيوط ديال هذا الشيء؟ سولناه وتفرجنا فيه، وكان جو ملي كيكون راكب كنفرحوا به وكنبغوه، زعما كيجي مزيان زعما تفرجنا فيه وكيتفرج، وانسان زعما ما دار. ما قلتلكش عليه هو دابا، جاوبني انا على اللي كنسولك. ما قدرتوش تسولوه انتوما ملي خبرات البنت؟ انت راه عندك بها علاقه، الدوار كله عارفين هي البنت. واش بغيتي تعرف؟ دابا هو كيقولوا هو هي كنعرفوها، كيقولوا راه معارف هو وياها، مصاحب هو وياها من الصغر، ياك؟ وهذا الشيء معروف. وراه كتجيك هي ملي خبرات، انت ما تسولش عليها. وسولنا دابا ما كانش كي غادي تجي تسول، خوها كنعرفوه وهي كنعرفوها وهو كنعرفوه، ما عندكش تدخل باش غادي تسول واحد، ياك؟ ملي وقعت الواقعة اش كتجيك هي بالضبط؟ هي كتجي المرا عندي دابا، مراتي وامها بنا اخواتات، المرا عندي وامها خواتات. المرا عندك ما كتسولكش؟ هذيك بنيه مسكينه مختفيه ما عرفوش فين كاين. ولا سولتني، كنقول لها اللي كيعلم سوى الله هو اللي كيعلم، حنا ما عرفناش شنو واقع. حنت هي البنت مسكينه كتسارى فين ما عجبها كتمشي، كتخرج البنت راه في بنت فيها مرا وفيها راجل، البنت زعما واقفه ماشي شي وحده. وشوف هو كيفاش تدخل هاد الدخله بعقلها، وكيفاش تضحك عليها، وكيفاش توصل مع هادشي تقتلها، ولا الله اعلم بينا وبينها. هو اللي اعترف بهادشي. هما عارفين عنده به العلاقه، وهو مجوج وعنده الاولاد. حتى راه كنعرفوا بناته مجوجين، وكنعرفوا ولده، والله يرحمه كيعرفوا صاحبه معرفه، احنا عائله وحده. واني باش نعرفوا شنو داز بيناتهم الله اعلم، ما نقدرش نقول لك شي حاجه نكذب عليك ولا نظلمه هو ولا نظلمها هي. هي راه في دار الحق وهو في دار الباطل. الوقت اللي سمعتوا هادشي كيفاش شفتي هاد القومة؟ واش بغيت نشوف فيها خويا؟ انا راه هادشي واخا سمعناه، دابا ما غادي تحكمش قلت لك على شي واحد، لا عليه ولا عليها، ما نحكموش. حتى انا دابا هو كيقول راه معارف معاه، وجات هي شي خطره وهجمت عليه حدا دارهم على مراته، وفكوا الجره وفي شي دور عاوتاني هجمت عليه وفكوا الجره، وهذا الشيء هو كنا هو فهم شيء، راه كان عليه يفك المشكل قبل وما يوصلش هذا الشيء. وين هو دابا اللي عطى الله؟ هو هذا هو عطى، واش دار هو؟ هو اعترف بنفسه. هو واش دار قبل؟ اش دار؟ اش قال؟ هو صافي شوف اش كان كيدير معها باش كيسكتها. شوف القضيه تسترت تحياته وما مشات الله سبحانه وتعالى. انت كتعطيني المعطيات كلها، هو
شويه التعاطف ديالك في هذه الجهه. آه. والدريه ماتت، الدريه مغدوره، الدريه مقتوله. آه. كتعطيني بانه والله عمرها دار راه مزيان، اللهم بارك وابلج وابلج. ولكن هذه السيده شنو السبب؟ انت ما عندكش معلومات بلا كتعرفوا سنين طوال ملي كانت عندها حوالي 16 ولا 17 عام، وما كتعرفش بانه هذه السيده هذه كاين وعد بزواج وكاين كلام، وكتقول لي الزوجه ديالك من العائله، ما قالوش لها العائله ديالها، ودوك الاوديوات ودوك الوعود اللي كيعطيو هذا الشيء ما كيبانش لك انت. لا ما قالوش لي، وما كندخلش مع المراه انا في هذا الموضوع. كيبان كتدخلها في الموضوع ديالو هو الله عمرها دار. لا دابا تصنت لي الله يرحم لك الوالد، ماشي كندخل في الموضوع ديالو هو الله عمرها دار. انا كنقول لك ليش شتي ليه هو الله عمرها دار، وهي الله عمرها دار، وين العلاقه كنسمعوا من هك وهك، هو راه داير معها علاقه. حتى اليوم انا في الحانوت تفاجئنا باللي عيطوا لنا قال لك راه علي راه شدوه راه اعترف هو اللي قتلها ولا حف البير. هادشي اللي عرفنا شنو نقول؟ نقولوا شي حاجه نبدا نكذبوا عليه ولا ناقوه؟ شكرا لك. الله يوفقك مشاهدينا الكرام، هذا هو ملف سامحه اللي تبعناه من الاول، الاختفاء الغريب في شهر تسعود من الضال البيضاء. انتقلت البراك الراضي من البراك الراضي، ما بقاش عندها الاثار، الدرك الملكي داروا مجهود جبار، وكما قلنا في الفيديو السابق الان كما كتبعوا معنا، وكنطلب من المخرج الا كان ممكن انه يساعدني، هذا الملف كيذكرنا بقصه ريان، الابحاث على قدم وساق من رجال الدرك والاليات من اجل الوصول للجثة. كنتمنوا لهم التوفيق اولا، ونظرا انه هذا البير امطار ديالو كثيره وفيه صعوبه، الوضع الجغرافي والاتربه ديال المنطقه صعيبه، هنا نواحي الصويره الحجاره مجموعه من العوامل اللي صعبت الماموريه، كاينه اليات الصنده وامور اخرى، القوات المساعده، رجال الدرك، كل من له صله في المساعده من اجل الوصول لهذا البير انه تلقى الجثه. مشاهدينا الكرام، وضعناكم في الصوره في عين المكان، ونحن على تتبع القصه سامحه حتى نعرفوا النهايه في الاخير. مره اخرى الدرك الملكي منطقه الصويره قدروا يفكوا لغز مبدئيا، وننتظر ما ستؤول اليه الابحاث اخرى. واش علي اللي هو الشيخ هادشي داروا بوحدو، ام هناك اطراف اخرى في الموضوع؟ وهذه مهمه ديال الضابطه القضائيه. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.